اعتقلت قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إيكواس المنتشرة في غامبيا جنديا سابقا في الحرس الخاص بالرئيس الغامبي السابق يحيى جامي. قالت الصحف المحلية انه كان يخطط لاغتيال الرئيس الجديد ادام بارو. واعتقل الجندي الذي يدعى ببكر نجاي عندما كان بين المصلين في المسجد الذي كان سيؤدي فيه الرئيس الجديد صلاة الجمعة. وكان الجندي يرتدي زيا مدنيا ويحمل مسدسا.